عندما تتكلم السياده القاده والحرب فليسقط الجبناء لان البقاء للاقوياء يعني نحن القانون والقانون فوق الجميع. يلا سمعني يلا روح هلا بوك شي يلا يلا يا رعاك الله تخيل صغير علي يتمرجل وليا رعاك الله تخيل صغير علي يتمرجل اشوف جهنم. اسمع يا ولد اسمع
يما يما مو أيد له من يحضر يقلبها قصف جبهات لا محمد والوين الزلم وين رجال وين تحكي عالهيبات والوين الزلم وين رجال وين تحكي عالهيبات اسمع الهيبة تلف وترجع عند غيري ما تنفع والاني مو اياد شويش للهيبة عندي مصنع هم سرسري من والول قالوا لي أصلك كردي قلت لهم سرسري من والمؤيد يبنى لشويش أس قربان بمدلئ من مفتاح الهيبة عندي محمد والكل الدنيا تحترمك اشتدي يا أرضي اشتدي اسمع يلا يلا لفتح عيادة التجميل شغلي ما اريد الراتب ولفتح عيادة التجميل شغلي ما اريد الراتب لسوي كل البنات نسخة من ابو غالب يا محمد والول لا سوي كل البنات نسخة من ابو غالب
مو حفر لبن شويش الهيبة والمراجل ختمو حفر لبن شويش